السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا حاج زيد؟ الحمد لله، ازيك أنت يا بنتي؟ الحمد لله بخير. ممكن لو سمحتي تقدمي الطلب ده للباشمهندس؟ طلب شو هيدا؟ هو عارف. طيب ممكن تقول لي من شان أشرح له؟ هو حيعرف، بس أنت قدمه له وأنا مستني لما يأشر لي عليه. طيب اتفضل انطره هون، حالا هلا هدخلك. شكرا. ثواني. فين الحاج زيد؟ ناطرك برا. طب خليه يدخل بعديه.
تؤمر حضرتك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا حاج زيد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل اقعد. العفو يا بيه. العفو. العفو ازاي واحنا كنا لسه قاعدين مع بعض امبارح وبنتغدى. يا بيه دي حاجة ودي حاجة. في المطعم غير المكتب، وهنا حضرتك رئيسي. رئيسك ازاي وانت مقدم استقالتك اهو؟ ولا عايزني ابقى رئيسك سابقا؟ لا يا سعادة البيه، أنا عاوز أرتاح. صدقني يا بيه، أنا تعبت. طب تعالوا عادي حاج زيد، اقعد. العفو يا بيه. يا اخي اقعد، اعتبر نفسينا في المطعم، خلينا نتكلم زي الاخوات وزي الاصحاب. انت بقى عايز تسيبني عشان انا اتجوزت؟ حقك يا بيه، حقك، بس انا كمان من حقي اني اروح. ايوه بس كده تبقى غلطان يا حاج، ايش دخل الشغل في الخصوصيات؟ هو ده عيب يا بيه، انا راجل دماغي مكفول، باخد الراجل شروة على بعضه كده كوم يعني، وانا كنت عاشقك يا بيه وشايلك على راسي من فوق. ودلوقتي يا حاج زيد؟ شايلك على راسي برضك، بس اقول لك الحق. قول يا حاج. مش هقدر اطيعك يا بيه، وحضرتك هتستحي تأمرني، يبقى الاصلح ان اروح لحالي. انا كده غلطان يا بيه؟ ايوه طبعا غلطان يا حاج زيد. يبقى خلاص فتني أغور بغلطي وارتاح مني. مش هينفع يا بيه، مش هينفع. أنا بدي أروح لحالي وأعيش وسط ولادي وارتاح الأيام اللي بقيالي، ده لو بقيلي أيام. تصرف مكافأتك النهاردة يا حاج، مع ألف سلامة. وكمان مكافأة يا بيه. حقك، كل واحد أولى بحقه يا حاج. مع السلامة، وخلينا نشوفك في مصر. كل شيء نصيب يا بيه، كل شيء نصيب. حنان، تحت أمرك يا باشمهندس. تذاكر وصلت؟ لا لسه ما وصلت. ليه ما وصلتش؟ انت عملتي الحجز ولا ما عملتيهوش؟ المدير المالي بيقول تذكرة المهندس سمير فات ايكونومي سياحي ومنا فيرست كلاس. المدير المالي ما يقولش، انا اللي اقول، ولما اقول تركب فيرست كلاس يعني تركب فيرست كلاس، مفهوم ولا لا؟ عارف انا عايزه ايه دلوقتي؟ دلوقتي حالا؟ ممنوع اي طلبات دلوقتي. ده طلب شرعي وبسيط. عاوز ايه؟ عايز ابوسك. فيها رفض على طول. هترفدني علشان عايز ابو عبد الله؟ هيرفدنا احنا الاثنين. تيجي نجرب ونشوف. ايه يا بنت الحلال، الطيب احسن. انت اطيب راجل في الدنيا. سلامة يا باشمهندس. الله يسلمك، الشنط من فضلك. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه المفاجأة
وحشتيني قوي يا ماما. يا حبيبتي حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تعال يا ميرفت دخل الشنط يا محروس. يا ميرفت كل الغيبة الطويلة دي. الحمد لله على سلامة البشمهندسة تتعين. الله يسلمك يا محروس. استنى يا محروس. خيرك سابق يا ستان. يا عمي بس ولا سابق ولا لاحق يا خدتي. شاكرين يا ستان. شكرا. مع السلامة. أمال يرمين فين؟ ميرفت أنا طرشة مش سامعة من طشة الشيبسي خالص. حاسبي 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 هدوم أختك. طب على الهوا مؤقتا. ثانية واحدة طيب. أظن من حقي بقى دلوقتي. طبعا من حقي. وحشتيني. أنت اللي وحشتيني قوي. بالراحة عليها يا نرمين. أكيد أختك هلكانة من السفر. ومن الجوع كمان. يا سلام نعكلك ونرد جوعك كمان. يا ريت لحسن أنا ما بحبش أكل الطيار. وحموت واكل من إيديكي يا ماما. على فكرة بقى أنا اللي عاملة صينية الفراخ بالبطاطس. أنتِ؟ يا رب تجيب العوائب سليمة يا رب. هاخد الإيديا وأمر الله. يلا. من يومك حماتك بتحبك جايه والاكل على السفره. حماتي يعني ايه بقى؟ ما هي اللي كانت بقى خلاص. اللي جايه ان شاء الله هتحبك اكتر من اللي فاتت. هو انت شايفه ان هيبقى في حما جايه؟ لازم يبقى في حما. امال هتقعدي وشك في وشنا هنا وفي وش اللي بيشتغلوا معاكي هناك؟ طالت ليام ولا اسرت هتتجوزي يا ميرفت. يعني ما ينفعش يبقى لي حما من غير جواز؟ من غير جواز؟ لا هو اللي ينفع بقى ان انت يبقى لك عريس من غير حما؟ مش لازم حما يعني. خساره يعني مفيش امل يبقى لي حما من غير عريس. في ايه يا ميرفت؟ انت فيكي حاجه متغيره؟ حاجه؟ لا خالص مفيش. لا في وفي تغيير ملحوظ كمان وتغيير كبير بس للاحسن. يعني الحمد لله. طب ما تحكي بقى سرك في بير. بقولك ايه انت اسكتي خالص وتسيبيني اشوف لي حل في الفراخ دي. ليه مالها ما عجبتكيش؟ بصراحه هي حلوه قوي. ده انت بقى اللي فيك تغيير للاحسن. ده لماما وده كمان لست الحبايب. الفستان الشيك ده بقى لنرمين. لا لماما برضه. ايه ده كله يا ميرفت كتير كده؟ استني بس جبت الكل. اما الحاجات الحلوه دي لنرمين. لا لست الحبايب برضو. ليه يا ميرفت انت المره دي جايبه هدايا كتير قوي اكتر من كل مره؟ هو في ايه؟ في اني بحبك قوي. المهم احنا ينوبنا من الحب جانب. اتقالي دي بقى دي لنرمين. هاتي دي هديتي لماما حبيبتي. تعالي لبسها. حلوة قوي يا ميرفت. يا بنتي هو انت عشان مرتبك زاد شويه تقومي تبعزقي علينا بالشكل ده؟ يا حبيبتي انا عاوزاكي تخلي بالك من نفسك. انت بقيتي وحيده ومحتاجه. ماما ارجوكي بصي في المرايه وقولي لي ايه رايك. والله حلوه قوي بس اكيد غاليه. الغاليه يرخص لك يا قمر. هي دي يعني تيجي ايه جنب افضلك عليا؟ هو احنا بقى ملناش افضل احنا كمان ولا ايه؟ يا بنتي انت اصبري. حاجتك في شنطه كامله لوحدها جوه في اوضتنا. هتقعدي طول الليل تلبسي وتقلعي وتقعدي تتفرجي على نفسك قدام المرايه وانا مش عارفه انام منك. ربنا يخليكي ليا. اكيد دي حاجات بابا. بالظبط كده بابا ده يبقى حبيبي. حد عنده اعتراض؟ والله انت فيك الخير يا بنتي. طب ايه رايك بقى نروح بكره سوا ندي له حاجته؟ انا لا. روحي انت يا ميرفت ده باباكي وله حق عليكي. نرمين تيجي بكره معايا اسكندريه نروح لبابا سوا. واسيب ماما لمين؟ احنا قسمناها بالنص. انتي بابا حبيبك وانا ماما روح قلبي. بابا محتاج الدنيا كلها تحبه. حبيناه حب العمر كله ما نفعش ولا تمر فيه.
امتى هكمل الصوره دي. انت فين دلوقتي يا استاذ كمال؟ طبعا الحراره مقطوعه. الو؟ ايوه يا احمد، ازيك يا حبيبي؟ احنا كويسين الحمد لله. انت اخبار شغلك ايه وجاي امتى؟ الله، انت مش كنت قايل انك جاي بعد بكره؟ هتيجي بكره؟ طب يا حبيبي، يعني خلصت شغل؟ ابو عبد الله جاي معاك وهيتغدى معانا؟ حاضر يا حبيبي، هبلغ بابا. لازم يحضر طبعا. لازم ليه؟ ايه لزوم الالزام ده؟ احنا طبعا ما بنلزمش حضرتك. ده لزوم يلزم. يا بابا، الراجل اللي احنا عازمينه ده حضرتك عارفه، ده رئيس احمد في الشغل، وبعدين حضرتك قابلته عندنا قبل كده. ده لما كنت بحج ورحت زرتكم في الكويت، وفي مره كمان عزمناه هنا في مصر بس ما كانش في بيتنا. المره دي بقى احمد عازمه في البيت، والراجل نفسه يشوف حضرتك، نفسه يشوف الدكتور ابو بكر شهاب اللي العالم العربي كله يعرفه وبيتفرج عليه كمان في القنوات الفضائيه. يا بنتي، بس ده صاحبكم. أنا شايف إن شكلي في القعدة مش هيبقى منتصق. طب إيه رأي حضرتك بقى إن ده شرطه الوحيد عشان يتغدى معانا؟ إني أكون موجود؟ أيوه، وبصراحة أنا كمان محتاجة حضرتك معايا في اليوم ده، ومحتاجة مروان كمان. هنطبخ معاكي؟ وهو أنا هطبخ؟ أنا هطلب أكل جاهز من الأوتيل. طيب، أنا هوافق على الدعوة دي، بس ليا شروطي أنا كمان. وأنا تحت أمر حضرتك. اقعدي. تسافري مع احمد. اسافر مع احمد؟ الله، طب ما هو احمد سافر وجالنا. وماله؟ هو يجي لك وانت تروحي له؟ يا بابا خلاص، في اسبوع فات وفاضل اسبوع واحد على الدراسه. بعدين عايزه اقول لك حاجه، احمد لما جه وهيرجع على حساب الشركه، لكن انا بقى لو رحت وجيت هيبقى على حسابنا. ما دام الحساب يسمح. الحقيقة ما يسمحش. صدقني يا بابا، احنا فعلا مزنوقين. انت اللي زنقتي نفسك. بصراحة انا بعترف. يبقى تستحملي يا زهرة، تستحملي وما تقوليش اي. ما انا اول ما احس بالألم هجري على حضرتك واقول لك الحقني، وحضرتك هتلحقني مش كده؟ السؤال ما يبقاش كده. السؤال هلحق الحقك ولا لا؟ أنا خايف ساعتها نبص لبعض ونقول سبق السيف العزل. الحب سكارى، سكارى مثلنا. إيه ده؟ مادام الشقة بالجمال والحلاوة دي، تبقى مرفت كمال دوير وصلت. السلامة. أنا اللي حمد لله على السلامة برضو. أنت اللي حمد لله على السلامة يا بنتي يا حبيبتي. إزيك يا بابا، عامل إيه؟ أنا كده أحسن أب في الدنيا. إزيك يا بنتي؟ عاملة إيه؟ تعالي اقعدي. أنا شبعت نوم. الساعة بقت واحدة يا بابا. هو أنت هنا من إمتى؟ من قبل المغرب بشوية. ياه، وأنا معرفش. وأنا كمان معرفش أنت فين، لو كنت أعرف كنت كلمتك. هشتري موبايل. هو مش اسمه موبايل برضو؟ بالظبط كده، اسمه موبايل. حتى تليفون البيت الحراره فيه مقطوع. احسن، مش عايز حد يتصل بيا. ولا انا؟ خلاص، اول ما يجيني فلوس هشتري موبايل عشان اسمع صوتك انت بس. اتفضل. لا، انا هشتري.
ما انا شاريه لحضرتك يا فناني عظيم. انت عمرك ما كدبتي عليا. سامحني المره دي، بس انا فعلا عايزك تاخده مني هديه، وانا هبقى اشتري لنفسي واحد تاني. خده بقى ما تكسفنيش. خده يا مبدع. هتتعشي معايا؟ هو انا لسه اتغديت يا فنان. خلاص نتغدى ونتعشى مع بعض. بصي الاكياس دي فيها جبنه وعيش وبيض وبسطرمه، وانت بتحب البيض والبسطرمه، وانا نفسي اكلهم من ايديك. وانت تقف. اما الكيس ده في الحاجات اللي انت ما بتحبهاش. لا القنينات بتاعتك دي منك ليها، كفايه قوي الازايز الفاضيه اللي انا لميتها من كل حته في الشقه. الله يقطعها فاضيه ومليانه. ويتوب عليك منها. هيتوب. انا عارف. مرفت سيب اللي في ايدك وتعالي، عايز اوريكي حاجه مهمه. ده انا مستني تيجي عشان اوريها لك. تعالي. ايه رايك في الصوره دي؟ ايه مش عاجبكي؟ بالعكس انا بس بتاملها. دي قلعه، دي قلعه قايتباي، ودي صواريخ. دي مش كده؟ دي محطه فضائيه، محطه لاطلاق الصواريخ زي محطه ناسا الروسيه. دي بقى محطه قايتباي الفضائيه. الفكرة دي جاتلك منين يا عبقري؟ ما هو مش معقول يا ميرفت، هنفضل عايشين على أمجاد الأجداد اللي بنولنا الآثار اللي بتتحدى الزمن لغاية النهاردة، واللي الناس في كل زمان ومكان بينظروا لها بانبهار. احنا فين من الأجداد دول؟ عملنا ايه عشان ولادنا يفتخروا بينا؟ ليه ما ندخلش عصر الفضاء؟ ليه ما يكونش عندنا محطات نووية؟ ليه دايماً بنفتخر بأثر رجعي؟ عارف يا بابا، اللي عجبني في اللوحة دي مش بس فكرتها، الرسام نفسه. إيه اللي عجبك فيها؟ الأسلوب ولا استخدام اللون ولا توزيع الضوء والظل؟ الضوء، النور اللي طالع من جوه الرسام، الأمل، التفكير في بكرة، الإحساس باللي حصل واللي لازم يحصل. كل ده شفتيه في اللوحة؟ طبعا يا فنان. ما هو شغلتنا دي اللي بيحرك ايدينا هنا وهنا. امال انا ليه مش حاسس باللي انت شايفه؟ هتحس يا بابا، هتحس بالتغيير، وبكره تقول ميرفت قالت لي. تعالى يا فنان ندخل عصر جديد. يلا عايزين صواريخ. الحمد لله على السلامة أبو عبد الله، نورت مصر. الله يسلمك يا أبو وليد، أنت اللي منور مصر. وليد المصريين مو مقدرين نعمة الله عليهم. ليه بس؟ أنا أقول لك الحين هالهواء الحلو النقي في مصر وتشغلون تكييف، عيل إحنا شو نقول بالكويت؟ طف التكييف وافتح الشبابيك، خلنا نشم هواء حلو نقي يرد الروح، مو كنا محبوسين بثلاجة. تفضل. شكرا. تفضل. تفضل يا دكتور. تفضل. شكرا. شكرا. يا اهلا وسهلا. بعد اذنك يا دكتور. تفضل يا ابو عبد الله على راس الترابيزه. انت ليش تبي تغلطني يا باشمهندس؟ اتفضل بس اتفضل. لا ابدا، هذا مكان الدكتور. تفضل يا دكتور. تفضل. اتفضل يا ابو عبد الله. لا ابدا، احنا معاك دائما تابعين لك. اتفضل يا دكتور. اتفضل ارجوك، هذا مكانك ومكانتك. تفضل يا دكتور. يا سيدي متشكر. العفو. تفضل يا ابو وليد. اظن بقى انتوا مش محتاجين عزومه. لا عزومه ازاي بقى؟ دول عرب اولاد الجزيره واهل الكرم. شكرا. احنا على ما نبي عزومه، لان احنا نحب طعام المصريين. والمصريين كمان يحبوا انكم تاكلوا طعامهم. طب اتفضلوا بقى ذوقوا طعام المصريين. حاضرين يا ام وليد، بس ها احنا نبي الدكتور يشرفنا الليله.
شرفكم فين؟ اتشرفنا في الفندق، تسهر معانا وتتعشى معانا بعد. لا ما هو انا كده سهران. خلاص يا ابو عبد الله، احنا دلوقتي اخرنا بقى للساعه 10. اتفضل. ليش احنا نبيك تسهر معانا يا دكتور؟ انا والباشمهندس احمد ومدام زهره والاخ مروان، وممكن نتصل بمرفت يا باشمهندس. مرفت مين؟ مرفت الموظفه عندنا بالشركه الباشمهندسه. مرفت بتاعتنا؟ الله، هي مرفت في مصر؟ نزلت. طب ما دام جت معاكم ليه احمد ما عزمتش عليها تيجي تتغدى معانا؟ لا هي ما كانت معانا بلندن، هي نزلت مصر من 3 ايام. 3 ايام في مصر وما اتصلتش بيا؟ ليه احمد ما قلتليش؟ كنت انا اتصلت بيها واطمن عليها. هقول ايه؟ واحنا لسه لحقنا نقول حاجه. احنا الليله نعزمها يا مدام زهره وانت عاتبيها على راحتك. معلش يا ابو عبد الله، لو تسمح لي اعفيني انا من العزومه دي. اعفيك؟ ليش يا باشمهندس؟ اصلي مسافر. قصدي انا والمدام مسافرين. مسافرين؟ وين مسافرين؟ مسافر اسكندريه. مسافر لامر ضروري ومش هنقدر نعتذر. احمد. ايوه زهره، في ايه؟ ممكن اعرف احنا رايحين اسكندريه نعمل ايه؟ هقول لك بعدين، بس بعد ما ابو عبد الله يمشي. ما تقول لي يا احمد، هي حاجه سر؟ هنحضر فرح. فرح مين؟ هي دي مفاجاه. 2 من اعز واغلى الناس عندنا. تعالى هنا، قول لي مين دول؟ هتعرفي لما نوصل الليله. هو الفرح الليله؟ الزفه. حضري نفسك، اول ما ابو عبد الله يمشي هنسافر على طول. في حاجز باسم احمد يوسف الشيخ. مظبوط يا فندم. هو انت كنت حاجز يا احمد؟ من لندن. حاجز من لندن؟ ايوه من لندن. تبين عليه فرح مهم قوي. جدا جدا جدا. متشكر. يلا بينا. السويت ده مش غريب عليا. طب تعالي، عايز اوريكي حاجه جايز تفتكري اكتر. مش معقول يا احمد، ده السويت اللي عملنا فيه ليله دخلتنا. فاكر ده احنا جينا من الفرح على هنا على طول، بابا عزمنا عليه 3 ايام هديه جوازنا. فاكر يا احمد؟ وكنتي اجمل عروسه. كنت ولسه اجمل عروسه في الدنيا. طب استنى بس لما تشوف عروسه الليله، مش يمكن تغير رايك. برضه لا يمكن تكون اجمل منك. ايش عرفك بقى؟ الاول انت ما قلتليش هي مين؟ انت مش قلتلي لما نوصل اسكندريه هقولك هي مين؟ زهره ابو بكر شهاب. انا؟ وهو؟ احمد الشيخ طبعا. الف مبروك يا عروسه. ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ مفاجاه؟ احمد انت جرالك ايه؟ في ايه؟ المدة اللي بعدنا فيها عن بعض حسيت ان احنا لازم نكتب كتابنا من جديد ونعمل فرح من تاني. وجايبنا هنا عشان نعمل فرح؟ وفي نفس السويت اللي اتجوزنا فيه. بصراحة زهرة، حرام ان احنا نبعد عن بعض. احمد انا مش هسيبك ترجع تاني، مادام حاسس ان بعدنا عن بعض حرام وجاي تكفر عنه كده، يبقى حرام عليا انا لو قلت لك ارجع تاني. انا بحبك يا زهرة، بعد 20 سنة برضه بحبك،
احبك الليله زي ليله فرحنا. عارفه لو كنت اعرف اغني زي الست كنت قلت لك يا حبيبي امبارح وحبيبي دلوقتي. شوفي بقى، انا عامل برنامج الليله ومش عايز نمره اتنين او نمره تلاته تيجي قبل نمره واحد. نمره واحد الزفه. الزفه؟ اتجوزت الباشمهندس احمد الشيخ، كان لازم اتجوزه. رئيسك في الشغل؟ اه. كان لازم ليه؟ كان ده الحل الوحيد. وكان الراجل الوحيد برضو؟ اه. قلقتيش غير الراجل اللي متجوز وعنده اولاد والست بتاعته وقفت جنبك وساعدوكي في غربتك؟ ما هي دي الاسباب اللي خلتني اتجوزه. انه متجوز وعنده ولاد؟ انه بيحب ولاده ومراته قوي وحنين عليهم قوي وناجح قوي واحترمني وعطف عليا في ازمتي قوي قوي. بابا انت معترض على جوازي؟ اعترض ليه؟ ما انت بقالك سنه بعد وفاه جوزك وكنت بتمنى تتجوزي. على فكرة انت الوحيد في مصر اللي يعرف، انا ما قلتش لحد غيرك. ليه؟ هو انت متجوزة في؟ في السر. في السر؟ محدش يعرف؟ في 2 شهود من صحابنا يعرفوا وحضرتك طبعا. اصل احنا كتبنا العقد عرفي يعني وقلنا للشهود ممكن يقولوا. ما عادوش لازمة، وشي كده هيبقى وحش قوي، وشي هيسود، ارمي عليه بلدة الأسود وخلصيني. احنا اتفقنا على ايه؟ محدش بينفذ اتفاقه. يعني ايه؟ يعني لما صبر نفسي واقول لي يا بنت ساندة ظهري وشدة وسطي لحد ما اموت تقوم تخيب املي فيها وتغدر بيا وما تنفذش اتفاقي معاها، يبقى ابوها ينفذ اتفاقه معاها ليه؟ عشان انت بابا اللي بتعلمني لسه. حتى لو انا غلط انت تصلح لي. وبعدين انا ما نفذتش اتفاقي معاك ازاي؟ ممكن اعرف؟ انا قلت لك قبل ما تسافري هناك بلاش تسافري لوحدك بعد جوزك ما مات. قلت لي ما تخافش عليا يا فنان، ده انت مخلف بنت بألف راجل، وبعدين انا هناك مش لوحدي، ده انا معايا رئيسي في الشغل ومراته. فين الألف راجل اللي أنا مخلفهم؟ فين وعدك اللي وعدتيه ليا؟ طب ممكن نقعد مع بعض ونتكلم شوية؟ ممكن. طب ممكن حضرتك تقعد وتسمعني؟ أنا مش عايز أسمع حاجة، أنا عايز أعرف خلفتي وعدك معايا ليه؟ أنا ما عملتش حاجة غلط. يا بابا أنا ما غلطتش، أنا اتجوزت. في السر وراجل متجوز وعنده ولاد، ليه؟ ناقصك ايه؟ عشان محتاجة. وهو كمان محتاجني واحنا الاتنين محتاجين نستنى هناك عشان الفلوس. عشان قوليلي عشان بتبعتيلي تلت مرتبك ولوالدتك التلت. لا مش هو ده السبب برضو. بابا حضرتك ما عشتش هناك لوحدك، في بلد تانية، دولة تانية. حضرتك طلبت مني ان ابقى راجل بس في الحقيقة انا مش راجل، انا ست وارملة. عرفت يعني ايه جواز؟ عرفت يعني ايه يبقى ليا شريك يملى عليا حياتي يشاركني في فرحي ويخفف عني همي؟ انا وعدتك بس ضعفت، ما قدرتش اقاوم الملل والوحده والخوف. الخوف حتى من اني اموت محدش يحس بيا.
الخوف من الحياة مش من الموت بس، الخوف ان الانسان يعيش ما حدش يحس بيه، يبقى عاش في طيس مش مات في طيس. حضرتك بتقولها هو بتقولها باختصار. انا في وسط كل ده ما لقيتش قدامي غير احمد. هو كمان بعد مراته ما سابته ونزلت مصر، هو ما لقاش غيري قدامه. كان قدامنا حلين، يا اما نسيب كل حاجه ونخسر كل حاجه ونرجع مصر، يا اما نفضل هناك عشان الفلوس. كان الحل الوحيد قدامنا ان احنا نتلم على بعض عشان نحمي نفسنا من نفسنا. بابا فهمني، ومع ذلك احنا متفقين نفضل متجوزين طول ما احنا هناك وبس. بابا انت حاسس باللي كنت فيه؟ حضرتك هنا في بلدك وسط اهلك، والمجرد انك مش عايش معانا جوه بيتنا تعبان، وانت راجل وكبير. بس مش هو السبب ده برضو يا مرفت. هو اللي مش السبب يا بابا. انت ما اتجوزتيش احمد عشان الغربة والوحدة والخوف وبس. امال اتجوزته ليه؟ اتجوزتيه عشان لقيت الأب اللي نفسك فيه، عجبك الأب اللي جواه مش كده؟ ساكتة ليه؟ بصراحة أحمد أب حنين قوي على ولاده، زي ما يكون كده حاططهم تحت جناحه. وده اللي عجبك فيه، الأب اللي مش لاقيه فيه؟ لا يا بابا، انت اعظم اب في الدنيا. وفين تدورتي على الاب اللي نفسك فيه وتجوزتيه؟ على فكره يا فنان، المساله بيني وبين احمد مش كده خالص. امال ايه يا فنانه يا بنت الفنان؟ يا بابا انا بحب احمد واحمد بيحبني. ومين قال ان البنت ما بتحبش ابوها ولا ابوها ما بيحبهاش؟ بابا انت عارف انا بحبك قد ايه. عشان كده هسامحك، وانا ما اقدرش غير اني اسامحك. عارفه ليه؟ عشان انا كمان أب ساب مكانه فاضي في حياة بنته، فدورت على واحد تاني يملأ المكان ده. هي دي الحقيقة. Thank you.
ايه رايك في الزفه؟ مش ليله فرحنا كان نفسك في رقاصه زفنا؟ وانت جاي يا حبيبي بعد 20 سنه تحقق لي اللي كان نفسي فيه. هو احنا ليلتها يا حبيبتي كان عيلتنا حاجه؟ ده حتى السويت اللي قعدنا فيه حمايه هو اللي دفع تمن. ده مين ده اللي بيطلبنا دلوقتي؟ مش مهم مش مهم مش مهم مين يا حبيبي. كنت رد مش جايز يكون ابو عبد الله مثلا عايزك في حاجه ضروري؟ مفيش حد اهم منك. الليله دي بتاعتنا ومش عايز اي حد يشاركنا فيها. هذه ليلتي وحلم حياتي. لا بقى انا هقفله خالص. بتقفل عليا يا احمد؟ يعني وصلت بالسلامه ومش عايز ترد؟ اوكي يا احمد. سعيد حبيبتي. ياه مش مصدقه نفسي، حاسه اني اسعد ست في الدنيا. النهارده يوم من اسعد الايام في حياتي يا احمد. طب ايه رايك بقى ان انا النهارده سعيده اكتر من يوم فرحنا؟ ربنا يقدرني ويسعدك على